انتوا طيبين. انت قاعد فين؟ تعالى اقعد جنبي. انا عايزه كرسي. فين بابا؟ تعالى بقى على يمين. انا كنت هقول كرسي هنا لا هنا. تعالى حضرتك هنا. تعالى جنبي. تعالى هنا. تعالى هنا. تعالى هنا. اتفضل يا فندم. اتفضل. دعاء فين؟ اهلا وسهلا، ازيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا برحب بيكم النهارده كلكم في وزاره التضامن الاجتماعي، واحنا مجتمعين النهارده في مناسبه سعيده ان احنا نحتفل بالنجاح والتفوق والاجاده والصبر والعزيمه اللي حققها الطالب ابانوب عادل عبد الله. نحييه ونشكره ونقول له ان احنا كمصريين فخورين بيه جدا وسعداء بيه جدا، ومتاكدين ان هو هيخدم بلده وهيكون مثل وقدوه لاولاد كتير جدا جدا. انا عايزه انتهز الفرصه دي علشان اقول لكل الناجحين في الثانويه العامه مبروك، وان التعليم والدراسه الحقيقه هي اول الاساسيات والشروط ان الواحد ينجح في حياته، ان هو يتعلم كويس وان هو يدرس علشان يقدر ينجح في حياته ايا كان المجال اللي هيشتغل فيه. ولكن احنا بالنسبه لنا كوزاره التضامن الاجتماعي، لان الوزاره مسؤوله عن الفئه ذوي الاحتياجات الخاصه، عن فئه ذوي الاحتياجات الخاصه، فاحنا الحقيقه بشكل خاص فخورين جدا وممتنين جدا للاستاذ عادل والمدام ايفون، لان هم قدموا رعايه خاصه وجهد كبير جدا علشان ابانوب يوصل للنتيجه اللي هو حققها. ابانوب هو الاول ثانويه عامه للمكفوفين، فانا بدعو حضراتكم ان احنا نسقف له ونحييه. النتيجه اللي حققها الحقيقه بتدل على ان مفيش حاجه في الدنيا بتقف قصاد الانسان اذا كان عنده اراده، واذا كان عنده اسره داعمه ليه، واذا كان عنده عيله واقفه جنبه. فاحنا الحقيقه بنشكركم، ولازم نحيي والدته لان هي صاحبه الفضل الحقيقي، ووالده، لان الحقيقه يعني هم انا متاكده ان هو من غيركم ما كانش هيقدر يعمل اي حاجه. طبعا عزيمته واصراره هم الاساس، ولكن وجود حضراتكم وجهدكم وايمانكم بيه وصبركم وشغلكم معاه هو اللي خلاه يوصل للنتيجه دي، واحنا فخورين بيه وبنتعهد ان احنا ندعمه ونساعده علشان يحقق كل احلامه في ان هو يكمل تعليمه. انا عايزه اشكر الاستاذه دعاء مبروك، والاستاذه دعاء مبروك بتدير مؤسسه اهليه لاهالي ذوي الاحتياجات الخاصه، وهي عملت تقييم لقدرات ابانوب وبصت على ايه هي القدرات والمهارات اللي عنده وازاي نقدر نطور هذه المهارات، وهي ايضا تقدمت بان هي تسنده وتدعمه في الاستمرار في تنميه مهاراته وتحقيق احلامه، وانها تيسر له الحصول على المواد والبرامج السوفت وير وكده. احنا في مجلس اداره بنك ناصر الاجتماعي النهارده قررنا ان احنا يعني نكرم ابانوب وان احنا نقدم له هديه صغيره باسم البنك، هي لابتوب يقدر من خلاله ان احنا هنجيب له عليه كل البرامج السوفت وير اللي مصممه خصيصا لمساعدته. ايضا هنكرم والدته، وانا الحقيقه عايزه اسمعهم هم اللي يتكلموا ويقولوا لنا ازاي قدروا ان هم يساعدوا ابانوب، وازاي قدروا ان هم يوصلوا معاه للنتيجه المشرفه دي، وابانوب كمان يتكلم لانه هو الحقيقه اللي احنا كلنا لازم نسمعه ولازم نتعلم منهم ولازم نحييهم ونقف ليهم احتراما،
لان احنا البلد دي مش هيبنيها غير العلم والصبر والكفاح اللي بتمثله الاسره المصريه العظيمه دي. فانا بشكركم باسم الحكومه وباسم الوزاره وباسم كل المصريين، وبقول لكم احنا بجد فرحانين بيكم وفرحانين بيك. فاتفضل بقى حضرتك اقعد مكاني لانه انتوا اللي تستحقوا التكريم. تعالى اتفضل اقعد هنا، انا هقعد جنبك. تعالى ممكن تقعد. قولوا لنا عايزين تقولوا ايه، احكوا لنا. اولا نشكر حضرتك ونشكر كل الناس اللي جت تصور وتعمل اللقاءات دي، ونشكر الدكتوره دعاء لان امبارح برضه وقفت مع بنوب سندته وقدمت له حاجات كتيره. صح. علي صوتك واحكي لنا. فحضرتك احنا من صغره هو بنوب متفوق وطلع في ابتدائيه كويس، اول اداره اعداديه طلع اول محافظه، في ثانويه طلع اول جمهوريه. فكنا اي حاجه يطلبها بنوب كنت بلبها له، لانه عشان ما احسسوش بحاجه ناقصه عنده، وكنت بساعده في كل حاجه ونوديه المدرسه ونجيبه. ونشكر ربنا الحمد لله ربنا حقق لنا الحلم اللي احنا كنا عايزينه. الحمد لله. بس ونشكر مدام ايفون احكي لنا، حضرتك موظفه؟ موظفه. احكي لنا عندك ولاد. والدته تعبت صدقيني كتير معاها، هي والدته اللي تعبت اصلا. انا متاكده. كانت بتذاكر له وكانت بتوديه وتجيبه من المدرسه كتير، ويعني تعبت معاه كتير. احكي لنا انت بتشتغلي فين وبتعملي ايه واولادك مين؟ انا موظفه بنيابه الشرابيه، موظفه بنيابه الشرابيه الجزئيه لنيابه شمال القاهره. معايا ابني اسمه مينا، مع السنه دي بكالوريوس تجاره انجليش، وابنوب هو الصغير بس هو الحق مينا مبصر، ابنوب هو اللي عندي. بس الحمد لله ابنوب عوضني كتير خالص اللي انا شفته، يعني نساني كل السنين اللي فاتت دي ونساني كل التعب اللي انا شفته. انا بشكر ربنا كتير قوي الاول قوي 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 ربنا ان هو من عليا اكتر من ما استحق. وبشكركم كتير خالص خالص على تعبكم وعلى محبتكم الكبيره دي، ان انتوا كرمتوا ابنوب، وفرحانه ان هو فرحان، انا فرحانه اكتر على فرحه. مش عارفه اوصف لكم سعادتي قد ايه، انا حقيقي فرحت جدا من قلبي. بشكركم كتير. قلنا بقى نفسك تبقى ايه؟ قول لنا يا بطل، كنت بتذاكر كام ساعه في اليوم ومين كان بيذاكر لك؟ انا علي صوتك. تمام. هو الصوت كده واصل؟ اه ماشي. انا نفسي اخش ألسن طبعا عشان بحب اللغات والترجمه والكلام ده. بالنسبه للمذاكره فكره كام ساعه دي انا شخصيا ما بحبش اتكلم فيها لان ملهاش وقت محدد، لان انا بهتم بالكيف مش بالكم. الفكره انا ذاكرت قد ايه مواد مش قد ايه ساعات، فهي الفكره بكميه المواد اللي انا جبتها مش بكميه الساعات اللي انا بذاكرها. بصراحه في المذاكره يعني ماما كانت بتساعدني وبابا واخويا برضو مينا، كنت كل ما اقول لهم يجوا يقولوا لي حاجه ما كانوش بيتاخروا طبعا عشان القرايه بتاعتنا ابطا من القرايه العاديه، فكنت بحتاج ان انا انجز في الوقت، فكنت بقول لهم تعالوا قولوا لي ما كانوش بيتاخروا. مشاوير الطباعة كنت بطبع ورق ومذكرات، وكنت بجيب الكتب الوزارة من قصر النور. كنت كل شغل بابا فيه كتاب طلع، فيه الفلسفة نازل، علم النفس نازل، والصراحة ما كانش بيتأخر، كان بيجيبهم لي على طول في الطباعة، أقول له عايز أطبع كذا على طول بيطبعهم لي. فالصراحة ما كانش حد متأخر. وأحب أشكر ربنا في الأول، وأحب أشكر الدكتورة الوزيرة وكل اللي كرموني واللي ساعدوني. نفسك تبقى تشتغل في تدرس ألسن؟ نفسي أدرس ألسن وأشتغل في الترجمة. وايه كمان هواياتك؟ ايه عايز تعمل ايه كمان؟ هواياتي انا بحب الكمبيوتر، بحب اشتغل فيه كتير يعني، وخاصه في مجال البرمجه عشان انا يعني اساسا بحب الرياضه والحساب والكلام ده، فبحب البرمجه قوي. بدات اتعلم بس لسه طبعا ما انجزتش حاجه عشان التعليم بيبقى اصعب حاجه في الموضوع. وبرده بشتغل موسيقى بس على بسيط يعني. تشتغل ايه موسيقى؟ بشتغل بعزف على الاورج بس لسه بتعلم، لسه ما وصلتش يعني. خلاص احنا هنديكي جهاز الكمبيوتر، هننزل لك عليه السوفت وير اللي انت محتاجه، وهنشترك لك في كل البرامج التدريبيه اللي انت محتاجها سواء في الكمبيوتر او في الموسيقى. شوف ايه احسن معهد موسيقى او استاذ موسيقى يعلمك، واحنا هنتكفل في بنك مصر الاجتماعي في وزاره التضامن بتحمل كل التكاليف اللي مرتبطه سواء بتعليمك الموسيقى او بتعليمك الكمبيوتر. ودي اقل حاجه نقدر نقدمها لك، وتستمر كده ان شاء الله وتاخد الدكتوراه. ربنا يخليك يا دكتور. متشكره خالص. لو عايزين تسالوه بقى انت مجموعك قد ايه؟ احكي لنا ونمرك ايه؟ مجموعي 401 من 410 اللي هو 97.8%.
ده 98 يعني. اه يعتبر لو 402 بقى 98. الف مبروك. الف مبروك. نجيبه ولا خلينا الاول نكرم ماما مش كده؟ اه الصراحه تستاهل، تعبت معايا قوي. عاوزك انت اللي تقدم لها شهادة التكريم دي. ايوه. وانت اللي تشكرها وتبوسها. الف مبروك. كل سنه مهندس هاني معالي الوزير. اتفضل. ده بنك مصر الاجتماعي بقى مجلس الاداره كان مجتمع. وبص يا ابني ده الكمبيوتر، دي شنطه فيها اللابتوب الجديد اللي احنا بنديهولك، وهنجيب لك بقى هننزل لك عليه السوفت وير. الاستاذه دعاء هتقول ايه السوفت وير اللي انت محتاجه علشان ان شاء الله كل الحاجات اللي انت محتاجها ننزلها لك بالصوت وكل حاجه. مبسوط؟ ميرسي يا حبيبي، الف مبروك، ربنا يحميك يا رب. مبروك.